كانت تمثل تقول لكم باغا نطلق مع راجلي، اذا انت ما مجوجاش باش تطلقي مع راجلك. تنكتشف تيقول لي ما خصكش تقول بان هذا الراجل راه مجوج بهذه السيده، حيت هو في الشكايه دايره بانه ساكنه معاه عاشقها، ماشي سوق. هذه السيده ما سميتهاش اكرام بيلانوفا، سميت بالنسبه للموضوع ديال اكرام بيلانوفا بغينا نساليوه، ولكن بشرط اكرام بيلانوفا حنا ما تنفضحوش الناس، حاشا ولله باش نضربوا في اعراض الناس. اكرام بيلانوفا حنا نعسنا هاد الجهه اليمينيه اخوتي، هذه الجهه تضرني، لانني يومين وانا تنعس في الطوموبيل، ملي مشيت لالمانيا المشيه الثالثه، هذه المشيه الثالثه تنعس في الطوموبيل، وتكرفص وفطرت في الزنقه، وتكرفص اخوتي وفطرت في الزنقه، ليله العيد الناس معيدين مع ولادهم وانا فايق حتى الجوج، حتى نهار الحد عاد شريت الحويجات لبنيتاتي. هادشي كاع ما شفتو، فين كنتو يا المنافقين؟ ولكن انا ما رضاش انه وحده تتكذب على الناس في المواقع الاجتماعيه، وتضحك على الناس، وتتمثل على الناس، وانا نمشي معاها في التمثيل ديالها. لانه اكرام بيلانوفا فخرجات امها تتقول لها قولوا له يا نصاب يا شفار طلبتي لي الفلوس، لانه امها ما قالتش الزروالي نصاب، قالت لي يا بنتي بانك بغيتي تنصب عليها. اكرام تتعيش الخيال، وانتوما تتساعدوها باش تبقى تزيد مريضه، باش تبقى دائما مريضه هما انتوما، لانه ملي تتبقى في التعاليق ديالكم عيشي الحقيقه غادي تعيش الواقع، ومنين غادي تعيش الواقع اكرام غادي تبرى. دابا نتوما في يديكم العلاج ديالها، اذا اكرام تتعيشوها تعيش الحلم، وانتوما زايدين برافو عليك مسكينه، يا مسكينه. اخوتي العزاز ورا خالها انت خرجتي خالها في الصباح تتقول لك غادي ندير شكايات وغادي ندير، سير الله ينعل بوك وبو شكايتك باش نوري امك انت تتقيل تسبني نصابه. دابا ما بقاش احترام من اكرام، كنت احترمك على وجه اكرام، دابا حيداتك السيده غادي نجاوب باباك. انت يا الكلب اللي تتسبني نصاب يا الشفار، انت خاله وفين كنتي؟ فين كنتي ملي كانت تتقول لك ما عندي لا عائله لا احباب؟ فين كنتي يا خاله؟ سير الله ينعل بوك وبو شكايتك يا عادي من المبادئ. جات زوينه هذه عجبتك دابا؟ شحال من بابا كان خايف منكم ملي كنت نهضر معكم بالاخلاق والاداب، كنت نحترم شحال من السيده مريضه، اما تاهي ملي خرجت اللعب سير الله يعنبوك باش نمسخ بحالك يجي يسبني انا. ولكن الخطا ماشي مني، الخطا من هذا المتابع اللي طلبني باش نمشي عند اكرام، اللي تحطيت في هذا الموقف اللي خليت بو زبال ناس دون المستوى كانوا تيتمناو يهضروا معايا حتى ولا تيدير عليا فيديو. هذه هي الرجوله. اذا انت ملي كانت بنت خصك تتبكي وتتقول ما عندي لا حنين لا كريم، فين كنتو؟ فين كنتو؟ وشهر وانت شاد عليا الحادث شفار نصاب شفار، شحال كان ما تنطيري شارجيش هذاك الشيء، ونات تمك اختك مين اكرام تتهمني بالنصب، دابا هذا هو اللي بقى فيا. اذا هاد السيده خاصكم تعرفوا بانه كانت تتمثل تتقول لكم باغا نطلق مع راجلي، اذا انت ما مجوجاش باش تطلقي مع راجلك. ها الاولى، اذا انت منين خرجتي اول حاجه خصك ديرها اكرام هو تطلبي السماحه من المتابع ديالك وتقول لهم السلام عليكم انا خرجت من الطبيب والله شافيني وشكرا، ولكن ما غادي ندير حتى حاجه حتى نوضح لكم كل شيء. هاد السيده ما مجوجاتش تكذب عليكم. شي النوبه الثالثه، انا عارف راسي عارفه تتكذب، ومشيت لالمانيا وكي كنت غادي خرجت فيديو قالت لي صافا يوسف زروال، واكبر اهانه دارتها لي اكرام شنو دارت لي؟ حتى الاوديو باش تقول لي شكرا اخو يوسف زروال ما صيفطاتوليش، انا صيفطاتو للناس واحد اخرين، والناس واحد اخرين حطوه في القناه وعاد صيفطوه عليا. اذا هذه اكبر اهانه بعدا، واحتقرتني وصبرت وقلت ما علاش. اذا انا غادي لالمانيا المره الثالثه، استدعتني البوليس الالمانيه هي سلام خويا الزروالي صافي بلا ما تجي، اذا انت احتجتيني غادي لالمانيا عاد خرجتي، قلنا ماشي مشكل ولكن خاصني نمشي لالمانيا. علاش؟ لانه باش غادي نحيد واحد تقليد عليا انا ندير ديكلاراسيو بانه هاد السيده راه جات عندي وعاودات لي وعاودات لي وقالت لي راسي تيضربني وتيدير وتيفعل وتيترك، انا ما بقيتش مسؤول عليها، لان هادي راه اوروبا، غدا تنتحر يعيطوا لي جياج الشريف، انت عارف الحقيقه وما قلتيها لناش. إذا شديت الطريق 2000 كيلومتر باش نحيد هي المسؤولية ديالي.
اذا راه هنا حنا راه جمعيه قانونيه ما تتفلاوش. هنا اوروبا الا شتي جريمه وما بلغتيش بها تمشي للحبس ويحيدوا لي الجمعيه. اذا اضطريت نمشي حتى لالمانيا باش نقول لهم اخوتي اسمحوا لي راني ما بقيتش باغي نكمل هذا الملف عاد من عند البوليس. اما اكرام في النوبه الاولى كنت عارفها ما مجوجاش وماشي هي اللي قالت لي يا اخواتي، راه ماشي هي اللي قالت لي اكرام، راه ما قالتليش ما مجوجاش اكرام، ماشي هي اللي قالت لي مدمنه، ماشي هي. هذاك الشيء اكتشفته انا بالقانون، لانه ملي تتمشي للسفاره المغربيه وتتبلغ بواحد السيده اختفات تيطابيوها تيقول لك هاد السيده ما مسجلاش. الناس اللي في اوروبا يعرفوا الا بغيتي السفاره تعرفك خصك تمشي وتسجل، تتسجل راسك في السفاره او في القنصليه اللي تابعه لها انت، تتسجل راسك عاده تولي محسوب عليهم. اكرام ما مسجلاش في السفاره المغرب في المان في المغرب، اكرام اذا ما مجوجاش في المغرب ما كاينش. شنو قلنا احنا؟ ربما انه راه هي ضربه قاعد الماني، وانا ماشي سوق، انا ما غاديش نحقق في هذا الشيء، انا غادي نعاونها، انا ما غاديش نبحث لها على حياتها شغلها هذاك. فهمتي اخوتي العزاز؟ اذا انت رجع عند البوليس بامر القنصليه المغربيه، واسمع علي جيباع، والقنصليه المغربيه راه دخلات في الموضوع ديال اكرام، راه مؤسسه باكملها، دارت الفاكس وعيطات في المغرب وعيطات للبوليس المانيا وعيطات لوزاره الخارجيه، ايه هذا الشيء كامل وقع. اذا انا مشيت لالمانيا، مشيت من برلين حتى فين ساكنه اكرام، وحنا صايمين صايمين وربي اللي عالم بينا، لا انا والاخ توفيق والجوكر. مي تندخل عند البوليس ومعنا الترجمان، تنقول لهم بانه هذا السيد راه هذا الراجل تيتعدى على مرته وتيديها للحق، تيبغي يديها للطبيب وتيحطها، وانا على نيت كمحمد انا غادي بالنيه وغادي ومحروق على بنت بلادي بان هذا السيد راه مكرفصه مسكينه. تنكتشف تيقول لي ما خصكش تقول بان هذا الراجل راه مجوز بهذه السيده، حيت هو في الشكايه دايره بانه ساكنه معاه عاشقها ماشي سوقي فيها بالراسه. انا ماشي متابع ديالها، متابع نتوما اللي كذبات عليكم، هذا هو اللي كاين. تنكتشف انه هي كون كانت شكايه دير براجلي بسميه هي باكرام بيلانوفا، هي ما كنيتهاش اكرام بيلانوفا، عندها اسم واحد اخر اللي هو هذا اخوتي العزاز. الله يجازيكم بخير، خصنا نكونوا شويه حقانيين. نتوما ما تتبغيوش الحق، ما عرفتش شنو هو السبب، لماذا لا تحبون الحق؟ الحق لا تحبون، واش نافقكم؟ هذا هو اللي كاين. انا ما قدرتش في العرض ديالها ولا شي حاجه، وما تنبرأش، واللي عنده شي واحد يديرها. انا تنقول لكم كيفاش اكتشفت الحقيقه، لانني انا غادي نعاونها، ما غاديش نجيب الحقيقه. ها هي سميتها باش تعرف، ها هي سميتها الحقيقيه، كل شيء عندي بالدليل. الراشيدي اكرام، داكو اخوتي العزاز. اذا هنا الحوار تنقدروا نتحاوروا تفهموا، هي سميتها الراشيدي اكرام. اذا القنصليه ملي طابتها ما رقاتش اكرام بيلانوفا، رقات الراشيدي اكرام، لانه القنصليه ضروري غادي تجيب السميه اكرام الراشيدي. حنا ملي مشينا عند البوليس المانيا وانا محيح تنقول لهم لا يعقل، واسمع دابا انتم كاع ما عارفين شنو تيوقع، انتم با. اذا انا هذيك اللحظه اللي تنغوت على البوليس كون يدير لي اهانه الامن نوض الحبس. تنقول لهم لا يعقل واحد السيده راجلها تيديها للحبس، حيت ماشي راه تهضر بالالمانيه، رديت معايا البنت ترجمه، انا السيده تيضربها وتيديها للحبس وتيتكرفسها وشو كي كان شو كيردها وهذا وتيضربها وانتم ما درتو والو. خلاني تنبربر، هو عارف لا نتا البربطه، قال لي هادي ما هذا ما مجوش بهادي، هذا صا هذا تيقولوا هنا في اوروبا كوبل ولا ما عرف كيش يقولوا. المهم من الاخر انهم صاحبين، والدي الله يسهل عليهم. هذا هو اللي كاين، هذه هي الحقيقه. اما باش جي اكرام تعاود لي شي حاجه ونقولها راه كوشا تيهرب، الا جيت نقول راه كوشا تيهرب، ما احبسها الشريفه، حبسها المهم تحبسي. انا باغي نطلق بنتك، ورا بنتك من 2011 وانت تشكى مع هذا الراجل ولا لا؟ تظلموني دابا، هذا هو الظلم. ورا اكرام تتشكى مع راجلها من 2011 وحنا في 2022، عاد انا بغيت نطلق بنتك المهمتي،
اذا قولوا كلمه الحق، علاش تهربوا من الحق؟ علاش نتوما ما تبغيوش الحق؟ من 2011 اكرام وهي تتشكم هذا الراجل تيدير لها وتيفعل لها. واش انا اللي خرجت وخرج اكرام؟ راه اكرام اللي قالت لهم خوتي هذا السيد تيضربني وتيدير لي وبغى يقتلني وبغيت المساعده وعاونوني اخوتي، لانه اكرام باغا تعيش واحد المستوى اكثر منها. انا قالتها لي، قالت لي قول لي الزروالي شنو نوع طوموبيلتك؟ قلت لها انا درويش، انا تنمشي غير على البس لي قدك يواتيك. اكرام تتعيش واحد الخيال ليس مرض. انا ما غنجي منك، ما غنجي منها، غنجي من الحق، يعني امراه وهي فوالا سبب، يعني انه الخرجات اليوميه ديالك بغيت نفهم علاش. الله يعطيك الستر، بغيت توضح لي علاش، لانها كتبقى وليه ومريضه حقا. انت قلتي كذبات، قلتي كذبات وقلتي هذا ما ك... هي كتقول لك ما كاينش لي بروف، حنا ما عندناش لي بروف انها هذيك السيده مدمنه وهذا، يعني اشنو انت كتقول اخويا؟ مزيان اختي العزيزه، تفضل. مرحبا. انت قلتي ما كاينش لي بروف، تنقول هاد السيده انا اللي تنخليني كل مره كل ساعه نجبدها، وانا عندي واحد الاعداء دائما كل ساعه. اذا مهما تندير لايف وتيجبدها خصني نعاود نعطيهم. الثانيه حاجه اختي العزيزه، لما حنا مشينا نعاونوا اختنا اكرام بلا نوفا وضربنا 2000 كيلومتر بالطلب ديالكم انتوما، اذا دارت معنا فيديو قالت لي خويا صنعتك واحد الوثائق وليداتي في عارك، ياك اختي العزيزه؟ سمعيني فوالا. اذا لا تهضر معايا اكرام بيلانوفا على حياتها، تنقول لها مازال اختي مزيان، عيطت لي قالت لي راه واحد الدكتور ماجد في المانيا فرانكفورت غادي يدير لي تكريم، بغيتك تحضر معايا يوسف وتحضر معايا صاحبتي منار وماما وخالتي، وغادي نفرح وغادي نكون قويه يوسف، وغادي نلبس التكشيطه وغادي نقول لهم عمرني ما غادي نطيح. وخويا يوسف راه تنشوف فيك الحنان، تنشوف خويا ويوسف زروالي جا عندي. قلت لها انا خوك، تتعاود لي تتهضر معايا في هذاك الشيء بيناتنا. لا غد ليه وصلت لباري اختي العزيزه، وي ناضوا شي اعداء تيقول دايرين فيديو تيقول لك بانه راجل اكرام صيفط ليا البوليس، ودايرين ضجه في اليوتيوب. نط انا اختي كتبت واش بصح راجل اكرام صيفط لي البوليس؟ قلت له ما صيفط لي لا بوليس لا والو. اذا واخا داك السيد ماشي من الدين ديالنا، ولكن الظلم حرام. هادشي اللي قلت اختي العزيزه. عيطت لي خالتها قالت لي غادي تسكت وما تبقى تهضر الا بالامر ديالنا. اسمع اختي العزيزه، هذا راه عندي اوديو تاع سمعتو وسمعتو ونعاود نسمعك حتى دابا لا بغيتي نسمعك. قالت لي ما تهضر الا بالامر ديالنا، كون راجل. اذا هنا كاينه شي حاجه. المهم بدا عندي عندك عندي عندك في الليل، لا غد ليه في الصباح اختفات اكرام، فات تليفون ما بقى ستوري والو، تنعيطوا لها ما كاين والو. شنو قلت؟ قلت بعد ما هاجمتني خالتها وما بغاتنيش نعاونها وما بغاتش نمشي عند راجلها، اذا فينا يا اكرام؟ خصنا نعرفوا فينا هي اكرام. انتوما وليتوا عندنا، خويا يوسف فينا يا اكرام بعد ما مشيتي عندها اختفات؟ ها خرجت ما شنو قالت؟ هما هادشي كامل فيلم وهي اختفات، عارفه راسها مختفيه. تنشكرك على السؤال، معاك من الاول، شكرا على السؤال الطيب. إذا هي من اختفات قالوا لها اختفي، علاش اختي؟ لأنه إكرام بيلانوفا بغات دير كرة اللعب، صدقات القضية كبيرة عليها، إذا خبعوها بعد ما مشى الزروالي تخبعات. إذا أنتم وليتوا عندني يوسف، علاش مشيتوا عند إكرام وهي اختفات قلب عليها؟ شنو الدور ديالنا؟ ما غاديش نمشي نقلب عليها، هذه راه الألمان، هذه راه دولة عظمى، ماشي السلام عليكم. واش شتوا إكرام؟ درنا قانون، شنو درنا؟ شدينا الطريق من باري حتى لبرلين، العاصمة ألمانيا اللي تقدمنا إلى السفارة المغربية. قلنا قالك شنو الطلب؟ استقبلنا نائب السفيرة. شنو يا شنو بغيتو؟ قلنا له أستاذ هاد السيدة بعد ما جينا نعاونوها وهي بالطلب ديالها والطلب المتابعين وشنو راه اختفات. إذا قال لي شنو؟ قلت له بغيت نعرف فين كاينة. قال لي اعطيني الاسم ديالها. قلت لها اكرام بيلانوفا وكشي. قال لي شوف شوف، بلا ما بلا ما تعذب راسك، راني ديجا القصه حنا عارفينها. قال لي اعطيني الرقم التليفون ديالك، غدا 10 الصباح غادي نرد عليك. مهم عطيته الرقم التليفون، 10 الصباح رجع عليا قال لي بانه اكرام راه باقا في المستشفى، ولكن راه هي ماشي في شي حاله خطيره، راه هي بخير وعلى خير، وغادي تمشيو للبوليس ديال الدائره فين تابعها، راني هضرت معاهم باش يعطيوكم تعليمات باش تقدروا تمشيو تزوروها. ياك شدينا الطريق اختي العزيزه حتى
حتى عند البوليس بقينا جالسين على ما يخرج هذاك الضابط وحنا صايمين. دابا يخرج بابا يخرج دابا شي ساعتين عاد خرج عندنا من الاخر، ملي تيشوفوك عربي تيبغيو يستهزئوا بيك والناس عارف كل شيء عارف هادشي في اوروبا. المهم منين نخرج قلنا له اشنو اشنو اشنو، قال لكم قالنا فعلا هاد السيده راه في المستشفى، ولكن هاد السيده ما سميتهاش اكرام بيلانوفا، سميتها كريطه بنت كريطه. ولكن اخويا اسمح لي باش ما نطولوش لان هادشي سمعناه ووضحتي كثر خيرك، ولكن دابا انت وضحتي وقلتي هادشي في شحال من لايف وقلتي في القناه ديالك، ولكن انا بغيت نعرف علاش هاد الخرجات. راه عرفتي شنو نقول لك؟ انا نقول لك الصراحه، هاد الخرجات اللي كتخرج يوميا راه ولات بحال انت كتهاجم ديك السيده، ما تلامستيش ليها العذر انها مريضه. نكمل؟ لا اسمحي لي، غادي تسمحي لي اختي نكمل، عطيتيني سؤال نكمل وخصك تصنتي لي وتقبلي حق الرد. احنا معاك احنا لا معاك. اذا انا مني مشيت انا ما تنديرش يوميا، انا ما تنديرش يوميا اختي، انا بغيت ننسى هذا الموضوع. لا ندير يوميا، نديرو في اليوتيوب اللي خويا انا مدربح بعدت عليه، اربع ايام هذه وانا كنحضر لك اللايفات لانه اختي صراحة. العزيزه تيهاجموني الناس، تيقول لك الزروالي واعداء الوطن. اذا اكرم بيلانوفا والام ديالها وخالتها عطات فرصه لاعداء الوطن ولاعداء ديالي معليش تيهاجموني. معليش انت لا عندك ماشي ما عندك عندي المصداقية، تسمحي لي، لا ولكن اعتذر وضحتي منك. اخويا، لا وضحتي حسسني اسمح لا اختي، لي مازال ما وضحتي وضحت والو. اخويا، اذا وضحتي هي مرة لا وضحتي اسمحي لي، جوج المرات، يعني خلي دوك خليها تتجاوب لك هي. ياك انت انت البارح ما في بديك اللايف تجاوبني. ديالك اذا انت قلتي دابا كنتسناها حق الرد، لا كنتسناها اختي ترد شوف عليا دابا انت ونجاوبها. لا وخليني يا انت عندك، دقيقه، احنا انت كنعرفوك دابا عندك المصداقية ديالك، اذا لا دابا هل انت صحاب باغا، القنوات اللي انت كاين دابا اختي العزيزه باغا ان واحد انسانه شغلات المغرب كامل. لا خليني ما تقاطعينيش في هذه، واحد تفضل انسانه تفضل شغلات المغرب كامل، شغلات المغرب كامل ومؤسسات ومتابعين. السلام عليكم حبيباتي، انا خرجت عند ماما. لا الشريفه، اذا غادي تحبسي المسلسل اللي بديتيه، غادي تحبس. الا حبست المسلسل هذاك الشيء تابع للناس اللي كيتابعوها هما. دابا الناس دابا انت زدتي الشعبيه ديالها وزدتي الناس ديالهم انهم لا 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 ما متضامنه زدتش التعبير اكثر من ديالي اختي، لا الاول. لا انا اختي كنقول اسمحي لك اللي لي، كنشوف اخويا، لا انا اختي كنقول لك العزيزه اللي اسمحي كنشوف. لي، شوف اسمحي لي، انا القناه ديالي فيها مليون، بيك ولا بها ولا بلا اسمحي لا لي. خويا الله يسهل عليك، انا كنتناقش معاك كمغربيه لا مع دابا مغربي انت ما خويا ولد خليتيش نكمل، بلادي. فانت بنت بلادي الشرف لي. ولكن اختي شرف العزيزه ليا انا اخويا. انا تقول لي اذا هاد السيده كيبغيتي نعاونها وهما خبعوها، امها اللي غادي نشاشر معاها خارجه ضدي، عخالها خارج ضدي، خالتها خارجه ضدي، كل شيء خارج ضدي. كي ندير نعاون هذه السيده؟ اذا انا اتجهت الى القانون لما انا اختي العزيزه ساليت هذا الفيلم، ساليته. انا درت فيديو الحلقه الاخيره هذه فوالا 6 ايام قلت لهم ياك شفتيها شفتها، راه وسكرت كل شيء. متبعه معاك، انا اذا متبعه علاش معاك. هي تخرج؟ علاش هي تخرج وترد الاعتبار لجميع المتابع اللي في الملف؟ حتى الشعب العربي ردت له الاعتبار، الا حنا زعما حنايا حمير، زعما حنايا دول المستوى. دابا الا لا بغيت تمام نفهم، الا بغيت نعم. نفهم انا معاك، انا كنتصنت لك دابا. انت من هذا الشيء اللي فهمت، الى عقلي ساعدني انك بغيتيها انها تخرج باعتذار انا ما لشخصك. بغيتش اعتذار، انا ما بغيت الاعتذار لا والو، الحمد لله انا رديت الاعتبار ديالي. لان امها قالت لي بغيتي تطلق لي بنتي، قلت لها الا كانت بنتك مجوجه غادي نطلقها. اذا انا رديت الاعتبار ديالي لراسي، انا بغيت هذه السيده ما تبقاش تضحك على هذا الشعب وتستمر في الفيلم المسلسل على هاد الناس مساكن اللي طلعونا وتاقوا فينا، على هاد الناس اللي بكوا معاها، على هاد الناس اللي شدوا الطرقان، على مؤسسه باكملها ما قدرتش تقول شكرا للسفاره. غاده شكون اللي قال لك اسيدي الدابزي مع راجلك؟ راه انت اللي خرجتي. اذا انت راجعه ضحكي على واحد الناس اللي هما غاليين على قلبي. اما اختي ولكن حنا هي ما راه كنقولوش مريضة أخويا، مريضة على ما كنشوف أنا، أنها كتقول أنها مريضة وكتعالج نفسيا، يعني واش ممكن وافا، الا نلتمسوا لها كانت هي العذر مريضه العذر؟ برافو عليك، الا أنت كانت هي أخويا مريضه، اللي مريض ما تيعرفش بانه كان الشاف العربي داخل في الملف، ما تيعرفش بانه خالتها داخله في الملف وخاله. اذا هي اللي ردات مريض الاعتبار آه. لعائلتها كاملين، ردات الاعتبار العاملين، وحنايا اهل يقلب بينا. اذا لا مريضه الله يشافيها. اذا حنا حاجه واحده اللي بغيت نقول، انه كما انا هزيت المصحاف وقلت لهم اقسم بالله العلي العظيم ما طلبت لها شي فلوس، فانا مستعد ندخل انا ويا البيت الله ونحلف انا وامها. اذا امها ضربت فيا من اجل باش تجي لالمانيا، حيت قال لها لا بغيتي حيد لا انا ولا الفيزا الاولى واجي. اذا احنا ضربنا طرقان ومشينا وجينا وتكرفسنا، اذا هذا الشيء راه حشومه.
وعيب وعار ان واحد الناس يمدوا لك المساعده ويحسبوك خوتهم وانه تخليهم هكا حشومه. اللي انا انت مثلا بغيت نبعد الظرفيه اللي واحد طلعتي يشوف فيها حدود في رمضان، الظرفيه اللي طلعتي فيها في رمضان ومشيتي عندها وداك الشيء كتر خيرك، ولكن انا ما فهمتش. انا جاني بحال كنتم متفقين على شي حاجه وما صدقاتش، ولا يعني داك الشيء امور غير واضحه، هي ما كتجاوبكش بعدا، عزيزة. ما كانش حتى الرد من جهتها باش نقدروا اختي نحكموا العزيزة على شي شوف، أنا حاجه. شوف شوف اختي العزيزة، ما كاين، ما متفقين على حتى شي حاجة، وما نسمحلكش أنك تهينيني أمام لا المتابعين لا لا ديالي. لا لا، ما سمعتي قلت تنطلبك لك أنه سمعيني نقول لك واحد الكلمة، تنطلب تحذفي هذا الكلام، لأنه ليس انا من ما قلتش أخلاقي لك. ومن مبادئ. لا سمعيني الله يخليك، أنه نتفق الإحساس ديالك يقدر يمشي خطأ، تتعبري على الرأي ديالك والإحساس ديالك الداخل، ولكن ماشي من أخلاق ديالي باش نضحك على الخوتي المغاربة اللي هما حتى فوق خويا واش راسي. إذا سمعتيني اش احترمي قلت؟ راسك، سمعتي اش؟ قلتي انا بأنه محترماك متفقين على شي حاجة. لا لا، ما فهمتينيش اش قلت لك. قلت لك القضيه في كيفاش دارت وكيفاش ولات، ولا الانسان كيتساءل. انا ماشي اتهمت، قلت لك لا انت متفق معاه وما صدقاش. لا ما قلت لك نصدقش لا، والله. فوالا هو سمعني. انا كنحترم اي واحد وكنحترمك، وشكرا طلعتيني في الله. انا عطيت انا رايي بحال لا الناس، ولكن انا ما قلتش لك انت دابا متفق شوف، معاه وما صدقاش ليه. دابا هي اختي كرام الله يشافيها ياك، اذا انت ما بقاش فيك الحال من تهمتني ما بالنصب والاحتيال وانا ما داير لا والو. بقى في، لا شوف، الانسان اي واحد يقذف، انا ما نبغيش لا هي لا انت لا اي واحد. اي واحد يقذف باي حاجه يتهم فيها، لا انسان انت شكرا. مشيتي كتر إذا خيرك. أنت عندك المهم بغيت حق نجيب أنا واحد وخالها، شوف عندك حق وخويا. أنا وخالي يدير قناة ويبقى حاضرني، أنا منين مشيت نعاونها ويش يسب فيا خالها، هذا ما عمره بان لا كذا انا القناة على شوف خير. نقول لك واحد الحاجه، انا ما كنبغي حتى شي واحد يقذف شي واحد، لا خاله لا عمه لا حتى شي واحد. انت مشيتي إذا كتر أنتم خيرك، دابا شوف، أنا عيطوا بغيت لك نقول لك دابا أنت وخويا. المرة الجاية غادي نمشي تكلفوني في شي مهمة، أنا نلقى شي واحد يكذب عليكم ويستعملكم نخليه. لا قلتي، ولكن دابا انا فهمتك اخويا، راه ماشي قلت لك أنا لا، ما راه تنبغيش مزيان نبدا اللي الموضوع أختي مشيتي. عزيزة، شوف وي اقسم بالله وربي شاهدي ما تنبغي نجبدو، راه شي وحدين هما مي تنجيو هيك، هاي خارجه وحده قبيله هيق 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 واكرام هيق 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 هيق، وفين كنتي ملي كانت اكرام تطلب المساعده وحنا شادين الطريق؟ فين كنتو ملي كنت غادي بوحدي؟ فين كنتو نتوما تفطروا مع ولادكم وانا تنفطر في الزنقه؟ نتوما معيدين مع ولادكم وانا باقي ناعس بالتمره ديال الطريق، فين كنتو؟ شوف هذاك الشيء، انا بغيت شفت لك نعرف فين اول فاش كنتو؟ طلعت في المداخله قلت لك منين هي العزيزة باش نجيك من الاخر، السند بغا جات ولا اللي ومشيتي بغا، كتر شوف خيرك. بغا اللي ولكن بغا انا بغيت وكره نقول غير اللي واحد كره، الحاجه. بغا اللي بغا وكره اللي كره، فاكرام بلا نوفا تستعمر الشعب المغربي وضحكات على الشعب المغربي من 2011 وتضحك عليه، تقول له مجوجه وهي ما مجوجاش، ما تهمنيش حياتها، فلا لاستعمار الشعب المغربي، بغا اللي بغا وكره اللي كره، الحق يعلو ولا يعلى عليه، لانه هذا الشخص السيده فهي شخصية معروفة وعندها متابعين 2 مليون الله يزيدها والله يعاونها، ولكن خاصها تحبس المسلسل اللي ضحكوا على هاد المغاربة أخوتنا الجزائري اللي متبعة. فهمت دابا أختي انت العزيزة؟ يا دابا انت دابا انت النظريه ديالك باش يحبس هاد الشيء، اشنو خصو يطرا؟ اش خصو يكون؟ واش أنا خصو تطلع باش يحبس هذا تعتذر؟ الشيء هذا اشنو؟ ما تعتذرليش، أنا ما تعتذرليش، أنا لا ما تتسناش اعتذار من عند الناس اللي ميس. أنا نقول لكم أنا الشيء باش نحبسه، ما حد إنسان تيطلع وخالها تيطلع، وخالها سير اهضري معاه انت قول له علاش يسبني في الصباح، وسير اهضري مع خالها. انا ما بغيش لك السب لا انت لا حتى شي واحد. ايوا دابا انت جايه عندي تقولي حبس هذا الشيء، سير عنده هو وقول له حبس ما تبقاش تسب السيد، اذا ما حد تيخرج يسبني وانا غادي نخرج نهضر. دابا انت كتجاوب يلا على عائلتها. بيان سور، راه عائلتها تيهضر باللسان ديالها. انا متفقه معك على واحد الحاجه، انك مشيتي وكل شيء وحاجه ما متفقاش، كتبقى بنت بلادنا وكتبقى واعراض الناس، يا اختي كما يا عار اختي العرض يا ديالك اختي، خط احمر، كما هي كتبقى لا ما هي. ضربتش في كانوا العرض خرجوا شي ديالها حتى حوايج ولله، كانوا انا لا ما كنهضر ضربتش في او العرض ديالها. جينيرال. اسمع خويا اسمعني باش تفهمني، الله شوف يحفظك. انا ماشي الا طالعه هي باش عندها اعراض، نهاجمك اسمعي اختي ولا العزيزه، طالعه، لا لا هي عندها اعراض، الا فهمتي؟ هي عندها تبارك الله اعراض. عليك، انا راه انت شوف انسان انا عندك واحد العرض ديالي، الجنيه، وانسان راه رحنا احنا كاملين عايشين شوف اختي الحمد لله العزيزه، في هذه اذا البلاد، شوف انا نقول لك حاجه، وكنعرفوا الشكاين، كنعرفوا انا ما القانون، كاينش كنعرفوا اللي كل غادي شيء. يقنعني، ما كاينش اللي غادي يقنعني باش نقول الحقيقة، لأنه الحقيقة في هذا الزمان فهي مرة، والله تنقول الحقيقة ولو في نفسي. أنا إلا هي عندها أعراض فأنا عندي سمعة، فهي السمعة ديالي راه إكرام بيلانوفا، راه هي اللي قالت، ما قالت لها راه بنتي قالت لي بأنك نصبتي عليها، راه ماشي جات ما وهدرات. إذا أنا استحملت هذا الشيء كامل، وهذا الفيلم خاصو يسالي
ورسالة الإكرام سيدي بني على أختي خصها تعيش الواقع ولا لاستعمار الشعب المغربي. بغى اللي كبغى وكره اللي كره. الاستعمار لا، حد انا الآن حاجه أنا ما وحده غادي تنضرب نقول لا لك باش أراضي أنا نبات بغيت تنضرب نقول لا لك والد. واحد الحاجه. انا ما قلتش لك اخويا هذا، انا بغيت نقول لك واحد الحاجه، الأخوات ديال الرجل انه تأثر عندها هدرت يا تراكم سيدي. اخويا، شكرا انك سمحتي لي نطلع معاك في اللايف، بغيت نقول واحد الحاجه رد وصافي. ربي كافي العزة، لأن بارك حنا الله بكم فيك باش خويا، طالعين، ماشي وبكم مشكل، شوف، بالعكس. واللي ما تقبلش النصيحة راه ماشي مسلم. حنا أنا ترى برجليكم، ولكن خصكم تعرفوا بأنه هاد العائلة هاد إكرام عطات فرصة الناس باش يطلعوا عليا قنوات ويسبوني وأنا مظلوم. عطات فرصة للقنوات يسبوا لي أمي، يسبوا لي با، يسبوا لي أنا وما دير والو. ما هو ذنبي أنني مشيت نقدم مساعدة؟ إذا ولكن دابا أنتوما انت دابا حنا عرفنا قدمتي تخليني. المساعده، ولكن إذا بغيت نقول مازال لك ما واحد كاين الحاجه، طريق راه واحد عندك الإعجازة. المصداقيه ديالك، راه عندك، الا كنتي الا عندك المصداقيه ديالك ما محتاج تطلع تبرر، راه الناس الا كانوا معاك راهم معاك. صافي حنا عرفنا ذاك الفيلم، ان حنا كنشوفوا، دابا حنا كمتتبعين أختي كنشوفوا. العزيزة، وي نعم خويا كتهضر على المصداقية. أنت هي واحد الإنسانة واعية ومثقفة، الحمد لله أنت هي تسلم واعية اختي، ومثقفة، ولكن راه ماشي كلشي بحالك. كاين اللي تيق ما، كاين اللي قالك بالصح. ودابا خالاتي خرج كل نهار انصاب وشفار، ودابا بغيتيني نسكت؟ وقولي لا اختي ما العزيزه، غتسكتش وقول على لهم هذا الشيء، لا الله هذيك يخليك نصاب وشفار ما غتسكتش عليها، ولكن انا الحاجه اللي كنشوفها انك اخويا الله يعطيك الستر شرحتي، عندك المصداقيه ديالك، لايفات كيتسجلوا في اليوتيوب، عندك قناه ديالك سالينا، يعني انت صافي ما غتبقاش كل اختي نهار العزيزه. تطلع وراه انا تقول شوف نفس الهضره. دابا فانت انا اش بغيت شفت تقول وحده، لنا؟ واحد صيفط لي وحده تسب لي امي وسينيالي ودير امه، والله ينعلم امه هاد المواقع الاجتماعيه اللي لقاونا مع ابو زبال. مني ولا ابو زبال تيدير قناه وتيطلعها وتيسب الناس الشرفاء، راه اخر الزمان، من راه هذا هو حقك اخر تدافع الزمان. على راسك، اي واحد جبدك بكلام نابي او شي حاجه ولا حط عليك شي باطل من حقك تجاوب. انا شوف اختي كنقول العزيزه، انه شوف الموضوع انا نقول لك واحد الكلمه وغادي نكون مقتنع بها، وما غاديش اي واحد تيضحك على المغاربه وتيستعمر الشعب المغربي يطيح طاح في الدين فضح امه. ما نعقلش عليه، ما نديرش معاه مني وجبد، ما نديرش معاه الروطه، لانه كفايه ما ديك العاطفه، وكفايه ما نضحكوا على الناس، وكفايه ما نتفلوا على الناس، وكفايه ما نديروا سيناريو بين العائلات ونطلعوا المشاهده، واللي طاحت له المشاهده تيمشي يدابز مع امام عمه واي يدابز مع مرته او مع اخته باش يضحك على واحد الناس باش يربح عليهم فلوس. هذا هو الواقع اخوتي الاعزاز، والتحيه اللي عنده المواقع الاجتماعيه وتيطلع بجدارة واستحقاق. وانا ما غاديش نسكت على واحد الحاجه شتها تضر بلادي او تضر المتابع. قلت الحقيقه بانه ما بغاش يطلع تبرئني، قلت لهم اخوتي الاعزاز هاد السيده اللي تقول انا بغيت نطلق لك بنتك، هذه جا بنتك ما مجوجاش ورفعت الجلسه، قلت شي كلام بالعيب؟ لانه كون طلعت غير سكتات مرضيه الوالدين، والله ما وصلوا، وهي تتبتزني تحيه لخالتي وبالعاني خالتها تدير لي ها كيفاش زعما كتبتز، تتحضر عليا. كيفاش كتبتزك كتطلب منك الفلوس؟ لا تتهزني باللي ستوري زعما تحيه لخالتي العزيزه والغاليه. بغيتي تقول كتستفزك استفزاز. نفس نعم فوالا استفزاز، حيت قلتي تحيه فوالا. لخالتي العزيزه والغاليه، وشوف تدير لي هذيك ها، تحيه للشاف العروبي العزيز والغالي، تحيه لخالي زعما عزلات هي ذاك اللي في الصراع معايا. اذا هو ما يمكنش، غادي نقول لك برافو عليك، غادي نطلع نطحنك، راه عادي، لانه انت تدافع على السمعه ديالك وانا السمعه ديالي نطحنها. المهم اختي العزيزه تنشكرك، وانا شكرا، ترى بارك برجلي الله فيك، بارك غيرني الله عاود فيك، شوف شكرا. انا حاجه قلت ولا لك بغيتني نسكت اخويا قول الله لهم ها يعطيك، هو تسمع فيا، الا عاود جبدني هذيك خالها اللي طلع قناه على ظهري راه غادي نعاود نخرج. وهذه المره اقسم بالله هي ما غادي نخرج هكا، غادي نخرج بالتسجيلات اللي غادي يصدم المغرب كامل. انا تنقول لكم راني باقي ولد الناس، وباقي ولد الاخلاق، وباقي كاتم الاسرار، وباقي ولد الناس، وباقي ما غاديش ناديك. ولكن تعاود يجي شي واحد في الواتساب ويبسزني ويقول لي حشيناها لك، واش بانت لك، واش شي شكرتنا كامل، هادشي تنسمعوه نسمعوه لكم. يستفزك الزرواري خويا، واو يستفزك. تيستفزني ولا تيخلي لا يقول لي بغا. لا لا كتقولي بتزني بنادم كيصحابو، راه كيطلبوا منك الفلوس باش تكون ربي ما الكلمات في شاتو بلاصتها. شوف غنقول لك واحد الحاجه خويا، نعم شكرا شكرا لك انت اللي مشيتي عنده وداك الشيء، ولكن الله لا يعطيك ندمنا الستر، ولا ديرها تمشينا. شوف اختك إذا كان ماشي. شوف لا 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 خير، إذا عمر كان شي بنادم واحد محتاج المساعدة بحال هذه، أي عمر واحد دابا بنادم، وقع له المشكل، أي واحد وقع له مشكل وغادي يخرج، والله ما كاين اللي تتعاطف معاه، والسبب هي السيدة هذه.
ورفعت عمر الجلسة الخير، عمر الخير ما تي عمر الخير ما تي ما تي الانسان يندم عليه. أنا انت درتي لا خير، شوف، أنا شكرا ما ليك، درت ولكن الله الخير، يعطيك أنا الصبر. ما درت الخير، أنا ما درتش الخير، كتبقى أنا وليا، استجبت كتبقى لقوتي المغاربة، أنا استجبت طلب ديال المتابع ديالي، أنا ما درتش الخير فيها، أنا درت الخير لوجه الله سبحانه وتعالى. صافي، ما كاين أختي حتى هذاك مشكل، وان شاء الله شكرا يوقف شكرا هذا الشيء هنايا. تحياتي للجميع وشكرا شكرا ليك. لحظة أختي العزيزة، سمحي لنا ما عطيناكش الوقت. السلام عليكم يوسف، مرحبا، كنا في موضوع، دخلنا في موضوع، مرحبا أختي، واش حنا الموضوع هو كتسمعني؟ جوليا دوليا كتسمعني؟ فاطمة. واش تسمعك كتسمعني؟ اخويا تسمع، دابا نقولك السلام عليكم ولا نقولك كوكو؟ أقولي اللي عجبك، كي كوكو كي سلام. لا خويا شوف، احنا متبعين معاك من نهار الاول فاش مشيتي، زعما شكرا والله يرحم لك الوالدين، زعما درتي شي حوايج اللي ما داروش عائلتها، ما داروهمش. لا اوكي عائلة بنو تمشيش، أنا عاد بنو عائلة سبحان الله. ولكن اخويا انت راه شتي داك الشيء، شتي نهار الاول ما هو ماشي هو هذاك، هي فاش خرجات قالت لك الله يعطيك الصبر ما تخلينيش وما تديرش وما ت... العزيزة مزيان ما السؤال، تفوتنيش. أنا ملي مشيت، أنا ملي مشيت وشفت شي حوايج ما تيهمنيش، ما تيهمنيش أخ. أنا شوف، أنا ملي مشيت عندها أول مرة، ملي مشيت اكزاكتو. أول مرة وشفت شي حوايج، جلست بوحدي وقلت للجوكر يا لا زمان، قلت له شنو؟ قلت له زمان النفاق، قال لي راه لا باين تكون، اخويا، باين تشوكيتي بعدا شي ولكن أنا حوايج كنت ما كتقولو. نقولش شنو شفت النوبة الأولى، أنا ماشي سوقي فيها، هذيك يوسف تسجل بيني يوسف وبين انا الله. نعم شفناك، هي ملي كتهضر انت كتشوك في بعض الاحيان، حيت انا نتبع، راه كنت كنشوف كترجع باللور. دابا اكرام بيلانوفا من الاخر باش ما نطولوش الموضوع، راه كوني غير هذيك خالتها وهذيك خالها وامها ما سبتنيش، هادوك ما والله ما سبوش، كاين ما هذا، نورمالمون ما يخرجوش اقسم هادوك. بالله العلي العظيم وحياه ميمتي، وهي الام ديالي هي الغاليه، وكل شيء عارفين فهمك تنموت على فهمك امي، فهمك والله كون فهمك خلاوني مع اكرام بيلانوفا غير في التليفون الا كنا غادي نوصلوا شي حاجه زوينه انا وياه، لانه اكرام ارتحت ليا بزاف، وبدات تتعاود لي وبديت نهضروا انا وياها، وقالت لي يوسف شنو المحتوى الذي ندير، قالت بغيت طريق تسيري، ودائما اي تليفون تنقول اكرام عيشي الواقع، تتقول لي تخيل معايا، تنقول لها لا خصنا نعيشوا الواقع، وهي كانت محتارماني، وهي دخلت خالتها هادشي كثير لا على باين، الاخر. باين داك الشيء ماشي، ولكن مسكينه حتى انا هي اكرام، ها من هي كانت احسن تعيط لي، واحده هي اخويا تتعيط لي وما يوسف. تنجاوبهاش بعض المرات، ها هي تتعيط لي وانا ما تنجاوبهاش، ها يوسف من الاحسن، هذيك راه بنت البلاد، وبنت البلاد واخا كوميم راه ها بنت انت هاي بلادنا. لابيل ديالها، حيت انا تنعرفها تطول معايا في الكلام، ها هي مصوني عليه وما جاوبتها، حيت تقول قلت حيت تعيط لي تطول معايا شي اكرام، ونخلوني غير تاتاتات بلا فيديوهات، حالة سهل، والاف ديال الاكرام اللي عنده المرت يتصل بيا وتنعطيه وقت، ولكن اخوتي الاعزاز انا بقى في الحال، انتم ما فاهمين هذه حرب، وبالاخص هذيك خالتها، نجيكم دابا مالك هي جات اكرام بيلانوفا الشفاء ديالها هو تعيش الواقع، وعقل ورحموني على هضرتي، ما حد ما تتعيش الواقع فهذا حداته مرض، وهذا المرض بزاف الناس اللي مرض به، هو انه تعيشوا واحد الحاجه ما راضينش بها، ما راضينش بالقناعه ديال الله، ما راضينش يكونوا بساطه، وهذا هذا تا واحد سميتو مرض نفساني، بزاف الناس اللي يقدروا يوصلوا للمشفى، عيش كما انت وكون عندك كلمه كما انت، وما يهمكش البشر، واخا يدخل ملايين الناس ما يفهموكش ما يهمكش، خصك تكون انت مقتنع بالامر اللي تتقول. تحيه للمتابعين الزبونين، والله يشافي العالم، ولكن المره الجايه يا اكرام ما تعاوديش تخرجي وتقولي بانك راكي مريضه ولا تيضربني ولا ما نعاودش نسمعوها منك، سيري الله يعطيك الغرق انت وياه براسكم، ولا لا ما تعاوديش تطلعي وتقولي بانه فلان، ولا تعاود تبرزتي الناس، لان انت برزتي متابعين وبرزتي مغاربه وبرزتي قنصليه في سفاره وبوليس وهبلتينا في الاخير تقول لي السلام عليكم، وشحال ديال الفلوس خسرتي؟ سالي باش تكمشي فلوس، الفلوس اللي خسرتها انا راه ثمن باش تشري 17000 دار في مكناس. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.